هذا الحزب هو لا يسعى للسلطة، هو يسعى لتمكين غيره من السلطة، يعني في خلال يقف دائما في منطقة الرمادية، وهو الذي يحسم الصراع داخل المؤتمر الوطني العام. يعني في حكومة زيدان لولا هذا الحزب لما تمكن زيدان من تشكيل الحكومة، لأن هناك فريقين في ذلك الوقت يتصارعان، وحزب العدالة هو الذي رجح كفة علي زيدان. وكذلك في عندما تم تمرير وثيقة فبراير، كان السيد خالد المشري عضو في اللجنة، لجنة فبراير، فالذي رشح الذي مرر هذه الوثيقة ومكنت من إنتاج برلمان طبرق هو هذا الحزب. يعني هو الحزب لا يسعى للسلطة، ولكن يسعى لتمكين الانقلابيين والبقاء الأنظمة الفاسدة من الحكم. هذا هو دوره، ولاحظ في جميع الدول، ليبيا ليست استثناء. هذه الحقيقة، هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أعترض عندما يقول عقيلة صالح دكتاتور ويحاول أن يظهر هذا المجلس الأعلى للدولة الذي هو لا شيء، لا يعني شيء، جسم استشاري، يعني زي ما يقولوا بليبي شاور وما تعدلش عليه، لا قيمة له، وسينتهي في أول فرصة يتمكن فيها العسكر من استيلاء على طرابلس وعدى تشتيت الثوار. يعني يقول أن عقيلة صالح دكتاتور، عقيلة صالح هذا ليس دكتاتورا، عقيلة صالح موظف عند حفتر يعمل بالهاتف، تأتيه التعليمات من ما يسمى القيادة العامة للقوات المسلحة ويفعل حسب التعليمات، والله لا يملك أمره في عهد القذافي والآن، موظف في عند حفتر. ويجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، هذه الحقيقة. أما خف الضررين، والله الضرر الذي جاء به هذا الحزب لثورة ليبيا هو أكبر الضررين، أكبر الضررين. اجتهادات خاطئة ولا يعترفون بالخطأ، نفس الكلام، حزب فقه سد الذرائع وخف الضررين، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر ولم يخطئ فله أجران، ونفسك لا يعترفون بالخطأ ولا يعتذرون، ومهما نصحتهم لا يستمعون إليك، وانظر إلى ضيفك الكريم نفس الكلام، ولا والله ما جنوه على هذه الثورة منذ بدايتها. هم مشكلة هذا الحزب ينضم يقف إلى صف الثوار وينعطيهم الثقة ويتكلمون بلساننا ونثق فيهم ونمنحهم أصواتنا ونمنحهم المناصب ونعتقد أنه ثورتنا أمانة في أعناقهم، ولكن يخذلوك في نص الطريق، يخذلوك ولا يستشيروك عندما يتخذون مواقف، لا يجلسون معك باعتبارك أنت رفيقهم في الثورة ويستشيروك، نحن نريد أن نقدم على هذه الخطوة ما رأيك، لا تتفاجئ منه عبر الشاشات وعبر البيانات أنهم انضموا إلى الفريق الآخر وتحالفوا مع فريق آخر، لكن أستاذ إبراهيم